أهلا بكم حلقة جديدة من الحدث المغاربي. قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية في الجزائر إن عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري انتهى وأضحى من الماضي. وأكد جاب الله في حوار مع صحيفة شروق الجزائرية اليوم أنه يجب على السلطة ألا تدحرج مسألة تعديل الدستور أو تؤجل تطبيق المادة 88 من الدستور المؤطرة لحالة استحالة مواصلة الرئيس لمسؤولياته لأن تجدد مرض الرئيس كما قال جاب الله يؤكد استحالة مواصلة مهامه. في المقابل صرح رزاق بارا المستشار لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم أن الرئيس بوتفليقة يوجد في صحة جيدة وأنه سيعود قريبا إلى الجزائر في لياقة جيدة. وكان الوزير الأول عبد الملك سلال أكد يوم السبت الماضي بالأغواط بأن الرئيس بوتفليقة يوجد في صحة جيدة وأنه يتابع باستمرار الملفات والقضايا الوطنية. وبقدر ما أثار غياب الرئيس بوتفليقة الذي يقارب الأسبوع الثالث منذ نقله إلى العلاج في مستشفى فال دو غراس العسكري التابع لوزارة الدفاع الفرنسية بباريس، بقدر ما أثار من تساؤلات بقدر ما بدأ يثير تعليقات مثيرة سواء في وسائل الإعلام أو في وسائط التواصل الاجتماعي، من بينها ما كتبه الكاتب والمعلق الجزائري كمال داود والذي قال في الأخير: لماذا كل هذا الجدل؟ هل تحتاج الجزائر فعلا إلى رئيس؟ معنا من الجزائر بداية عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار والكاتب والإعلامي الجزائري. عبد العزيز غرمول، جاب الله يقول أنه الرئيس بوتفليقة انتهى وأضحى من الماضي ولا شماتة في مرضه. هل تتفق مع ما ذهب إليه جاب الله وكثيرون ربما؟ في المقابل السيد رزاق بارا اليوم يقول بالعكس الرئيس في صحة جيدة ويؤكد كلام ما عبد الملك سلال، وأنه رزاق بارا يقول بأن الرئيس سيكون قريبا بيننا كما قال، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية ما قاله في لاشان تخوا في الإذاعة الجزائرية الثالثة، وسيعود بلياقة جيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسلم أيضا على مشاهديكم الكرام. أظن أن هذا الكلام والنقيض نتاعو الموجود الآن في الشارع الجزائري يعني يدل على أن الغموض محيط بالفعل في مصير الرئيس. نحن أيضا نتمنى يعني العودة نتاعو إلى أرض الوطن بينه وبين الأهل تاعو، ولكن يعني والآن وجوده في الرئاسة أصبح من الماضي. الأمراض التي تنخر جسده وعقله لم تسمح له بالحكم مرة أخرى بالشروط المطلوبة من رئيس جمهورية. ولكن هذا من جهة ثانية أنا لا أفهم لماذا فقط يعني بعض الأشخاص المقربين من الدائرة هم الذين يتحدثون عن صحة وعافية، والبعض يقول أنه يكلم يوميا في الهاتف، وآخر يقول أنه يتابع يوميا الملفات إلى آخره، بينما يعني لا نجد مصدرا له مصداقية يحدثنا بالفعل عن صحة الرئيس وعن إمكانية العودة نتاعو إلى أرض الوطن. طيب، ولكن ربما لا تفضل مستشارا في رئاسة الجمهورية. ربما البعض انتقد محيط الرئيس لما طمأن شاب مامي في 2005 الجزائريين على صحته. الآن مستشار الرئيس والوزير الأول، ماذا تريدون؟ ربما يقول أنصار الرئيس ومحيط الرئيس. هذا مستشار الرئيس يطمئن والوزير الأول يطمئن الجزائريين. هل تريدون شبابي أن يعود يطمئنكم؟ هذا هو الخلل الموجود في هذا البلد. يعني هذه المصادر فقدت المصداقية نتاعها. يا ريت يتكلم عنده مصداقيه ويصدقوا الشارع ويصدقوا المعارضه ويصدقوا احزاب الائتلاف. نحن نتمنى ذلك، لكن للاسف هذه المصادر غير ذات مصداقيه ولا يصدقها احد. طيب، يعني انت مقتنع مع جاب الله بانه خلاص الرئيس؟ لا، انا مقتنع قبل جاب الله وقبل الاخرين بان الرئيس لم يعد في يعني حاله صحيه جيده لممارسه نشاطاته ووظائفه الرئاسيه. وانا قلت في المغاربيه منذ اكثر من 15 يوم، قلت يعني نحن نتمنى يعني هؤلاء المتحكمون في رقاب الجزائريين أن يتركوا هذا الرئيس يذهب للاستراحة، للاستشفاء، للنقاهة، يحافظوا له على الكرامة تاعو ويحافظوا له على الامتيازات تاعو ويخليوه كمواطن جزائري يعيش ما بقي من عمره مرتاح. الآن هم يعذبونه بهذه المسؤوليات، بيتكلفوا بمسؤوليات. أنا بالنسبة لي هذا تعذيب له ويعني ضغط أكبر مما يحتمله. خلوه يروح يا ناس، ولا الجزائر لها رجالها، لها مؤسساتها. بدليل أن غياب الرئيس لم يؤثر في سير الكثير من المؤسسات باستثناء المؤسسات المقربة منه. باقي الأخرى الجزائر راهي ماضية في طريقها بشكل عادي. طيب، يعني الجزائر، هل تتفق مع كمال داود هذا الكاتب الجزائري المعروف الذي والمعلق الذي كتب يعني موضوعا مثيرا للنقاش، يقول بأنه هل تحتاج الجزائر يعني في آخر المطاف هذا الجدل حول غياب الرئيس؟ يعني في الأخير هل تحتاج الجزائر فعلا إلى رئيس؟ البلد يمشي لا 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 نذهب في هذا الطرح التبسيطي. الجزائر في حاجه الى رئيس، في حاجه الى رئيس قوي. ما دام الحكم الدستوري نتاعنا حكم رئاسي، هي في حاجه الى رئيس قوي نشيط يمثل الجزائريين، يمثل الجزائر في يعني خير تمثيل. المؤسسات مهما كانت صلبه، مهما كانت قويه، تبقى دائما في حاجه الى إمضاء الرئيس، إلى توجيه الرئيس، إلى متابعة الرئيس، إلى مراقبة الرئيس. وبالتالي الجزائر في حاجة إلى رئيس قوي. أتمنى أن يكون في ال35 من العمر، يتحلى بالأخلاق التي طالبتها سابقا أنا في مقال لي. طيب، ولكن كمال داود يقول أنه بالنسبة للنظام الجزائري يعني هناك نماذج، ربما منذ وفاة الرئيس هواري بومدين ربما الجزائر لم تعود بحاجة إلى رئيس. يعني النظام يمشي، يختار الرؤساء والأمور ماشية وعادي، وأين المشكل ربما؟ هو النظام الجزائري معروف. يعني اسمح لي نقول لك يعني بتعبير دارج تاعنا وجهه صحيح. يعني حتى عندما يقرر يخرج ضد الشارع وضد الإرادة الشعبية يخرج. لكن هذا لا يعني ان الجزائر تمشي فقط بهؤلاء. هؤلاء يتحكمون في عصب حساس من الدوله. نعم، يختارون او يعينون الرؤساء، نعم، ولكن وجود الرئيس سواء عن طريق تعيينهم هما ولا عن طريق انتخاب شعبي ضروري، ووجود رئيس ضروري. وما يكذبوش علينا، يقول لك باللي كاين رجال هما اللي راهم وكذا. كاين نعم رجال، لكن كاين قوانين، كاين اعراف، كاين تقاليد، كاين مساله دوله. الان هذه قضيه دوله الان، مش قضيه افراد، مش قضيه اشخاص، مش قضيه عصابات او عصب. لا 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 لا، قضيه دوله. واحنا يعني نقولوا لهؤلاء الناس اذا كان عندهم شعور بسيط بمعنى الدولة، عليهم أن يتحملوا المسؤوليات تاعهم. ما راح يتحملوها أمام الشعب ذات يوم، يعني مهما يكون ما يقدروش يهربوا من التاريخ. طيب، يجدون التاريخ أمامهم مهما هربوا إلى الأمام. طيب، إذا كنت طبعا أنت متأكد بأنه خلاص الرئيس بوتفليقة يعني لن يعود، لن تكون هناك عهدة رابعة، ماذا عن الدستور؟ هل هذا الوضع ينسف مثل ما تقول الخبر اليوم مشروع تعديل الدستور، أم أنه ربما المضي في الدستور قد يكون علامة على بالعكس أنه رئيس، وربما قد يفاجئ الرئيس، قد يفاجئ منتقديه وكل الذين طرحوا أسئلة مثل ما قال رزاق بارا، ويعود في الأيام المقبلة. حتى صحيفة الجزائر تتحدث أنه ممكن ظهور له في 20 من هذا الشهر بصحة جيدة، وربما قد يخلط الأوراق. يا أخي احنا مسلمين، وإحنا نتمنى له أنه يعود بصحة جيدة، لكن يعود إلى يعني مركز نقاهة، مركز استشفاء، لا يعود إلى رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية الآن في حاجة إلى رجل قوي وبصحة جيدة وبمصداقية أكثر، بإرادة خدمة الجزائريين أكثر مما برهن عليها هذا الرجل. نحن نتمنى له العودة إلى أرض الوطن، لكن لا نتمنى له العودة إلى كرسي الرئاسة، لأننا نعتقد أن عهد بوتفليقة أصبح من الماضي، وبالتالي لا نريد أن نجرجر معنا إلى المستقبل دستور ناقص ولا هيئات جمهورية ناقصة ولا شخصيات دولة أقل من المستوى المطلوب. عبد العزيز غرمول، رئيس حزب حركة الوطنيين الأحرار، شكرا جزيلا لك. وإلى الجزائر، ومن الجزائر دائما ينضم إلينا عادل صياد، الكاتب والصحفي الجزائري. عادل، جدل يثيره غياب الرئيس، ولكن في المقابل ربما تساؤلات عن مدى حاجة الجزائر مثل ما يكتب كمال داود إلى رئيس. يعني بعد كل هذا الجدل يكتب كمال داود يقول يعني في آخر المطاف هل تحتاج فعلا الجزائر رئيس؟ البلد يمشي والأمور ماشية والحكومة تصرف، تنفق أموال بدون حتى فوائد مثل ما يكتب، والأمور عادية. أنك تتفق مع عبد العزيز غرمول أنه الجزائر تحتاج، يبقى أن الجزائر بحاجة إلى رئيس. مساء الخير أخي جمال. طبعا الجزائر كدولة وكشعب وكتاريخ وكحضارة تحتاج، يعني مثل ما تحتاج كل الدول، إلى دولة المؤسسات بما في ذلك يعني مؤسسة الرئاسة. ولكن مثل ما يعني أتفق مع الأستاذ عبد العزيز غرمول رئيس يعني حركة الوطنيين الأحرار، كذلك يعني أتفق والواقع يؤكد هذا، بأن الجزائر يعني تسير حتى بغياب هذا الرئيس، لأنه فعلا الجزائر يعني كبلد منذ الاستقلال لم تكن يعني تحكمها مؤسسات حقيقية، كان دائما تحكمها يعني كان يحكمها نوع من الكاريزمات، وكانت تحكمها ايضا نوع من المؤسسات بين قوسين، حتى وان كانت يعني مؤسسات ظاهريه او مؤسسات في الواجهه، ولكن بنهايه الامر كانت تحكمها مثل هذه المؤسسات الافتراضيه. اليوم نحن يعني في لحظه فارقه في تاريخ الجزائر. ثم يعني رئيس دخل يعني في حاله موت اكلينيكي، ليس من اليوم فقط، ولكن من سنه 2005 لما يعني دخل الى فال دو غراس اول مره، يعني من 2005 والجزائر كلها تعيش في حاله انعاش. ووقع في هذا البلد ما وقع من 2005 يعني الى يومنا الى عهد قريب، بعد اغتصاب الدستور و الفوز يعني فوز الرئيس بوتفليقة بعودة ثالثة يعني بنوع يعني من الاغتصاب للدستور. ولكن الجزائر كانت تسير في غياب يعني رئيس فعلي يتحكم يعني في زمام الامور، يتمتع بصحة جيدة، له نفوذ حقيقي يعني في بقية المؤسسات. هناك مؤسسة واحدة يعرفها الجزائريون جميعا، هذه المؤسسة هي المؤسسة الوحيدة الثابتة، هي التي تتحكم الرؤساء وهي التي تتحكم في بقية المؤسسات، وهذه المؤسسة أثبتت بصراحة جدارتها بحكم هذا البلد. طيب فيما يخص الدستور، الخبر اليوم تقول هشاشة الرئيس بدنيا تهدد بنسف مشروع التعديل الدستور. هل سيكون الدستور إذا ما يعني مضت هذه اللجنة؟ طبعا هو الجدل أنه الآن جدل إذا فعلا هذه اللجنة التي تعد الدستور. طبعا رحابي يقول بأنه ومعه معقبة بأنه في الحقيقة مكتب دراسات فرنسي هو الذي يقوم بتعديل الدستور. هل سيكون مؤشر على ما إذا فعلا خلاص اصبح الحكم الرئيس بوتفليقة القاضي؟ لا انت استاذ جمال، يعني كل النقاشات وكل يعني الكلام الذي كان يثار حول تعديل الدستور والعودة الرابعة هذا كله الان باعتقادي اصبح من الماضي، لان تعديل الدستور لما جاء السي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2008 واليوم ذكرته يعني الصحافه الجزائريه لما قال سنذهب الى تعديل عميق في الدستور، وهو اتيحت له يعني فرصتين لتعديل الدستور وكان يعمل في تعديل عميق. الان يبدو لي ان مساله تعديل الدستور اصبحت من الماضي، مثلما اصبحت يعني مساله العوده الرابعه من الماضي، وان يعني الجلطه الدماغيه هي في الحقيقه اصابت مشروع العوده الرابعه وانفر العوده الرابعه، مثلما اصابت هذه الجلطه الرابعه اصابت مشروع تعديل الدستور الذي كان يعني يتم تقييسه وتفسيره على مقاسات يعني مجموعه معينه استحوذت على السلطه واوصلت البلد الى هذه الحاله من الوهن السياسي والى هذا الحال من الوهن الاجتماعي والى هذا الوضع يعني من الاخفاق ومن الركود ومن الاضطرابات وغيرها. انتهت مساله تعديل الدستور باعتقادي، انتهت العوده الرابعه اصبحت من الماضي، والجزائر اليوم في مفترق طرق تاريخي ينبغي ان ينتبه الجزائريون الى هذه اللحظه الحاسمه والفاصله في تاريخهم، وينبغي ايضا ان يكونوا يعني في مستوى هذه اللحظه ويصنعوا لمستقبلهم ولمصيرهم يعني ويخرجوا منه باخف العضلات. طيب الجزائر في مفترق طرق، ما هو في اعتقادك السيناريوهات المطروحه لهذه الجزائر في مفترق طرق؟ السيناريوهات يعني لا يوجد هناك سيناريو، هناك سيناريوهات كثيره، ولكن يعني عندما يعني نصل الى هذه النقطه هناك طبقه سياسيه جديده ناشئه بالجزائر، هناك هياكل سياسيه تمت تنحيتها وازاحتها من المشهد، هناك فعاليات مدنيه، هناك يعني خبره جزائريه. من المفروض اليوم ان ننتقل الى نقاش حقيقي حول مصير الجزائر بعدما تمكنت الجزائر من يعني الخروج من دائره ما يسمى الربيع العربي ومن الاضطرابات ومن غيرها، والحمد لله ان الجزائر تمكنت يعني باعتقادي من الحفاظ يعني على نوع من الطمأنينة المالية بحكم مرتجعاتها المالية. ينبغي أن هذه السلطة التي يعني أوصلتنا إلى هذا الوضع، أنا أتمنى كجزائري غيور على بلدي أننا نفتح نقاشات حقيقية ونصنع ربيع جزائري حقيقي، ذلك الربيع الذي تم إجهاضه في 88 و 89 مع حكومة سابقة أرادت فعلا للجزائر يعني خروج وصنع يعني استثناء عربي. أتمنى يعني كجزائري أننا اليوم نصل إلى لحظة الحقيقة، وهو أن هذا البلد لم يعد بحاجة إلى من يسيره بالنيابة وإلى من يسيره من وراء ستار. حان الوقت لكي نصنع استثناء جزائري يكون فيه المواطن يعني في مرحلة صنع القرار واختيار حقيقي لمن يمثله في مجلس الشعب وفي المجلس البلدي ومن يمثله في الرئاسة حقيقيا ومن تنبثق عنه لكي الحكومة لكي يكون رئيس حكومة. هذا باعتقادي كجزائري. طبعا ولكن المطروح الآن ما يطرح ما يسرب البالونات حتى ربما بين قوسين أنه هناك إرادة إن كان هناك إرادة لتغيير ما وتغيير واجهة، حديث حتى عن الوجوه المحسوبة التي كانت في السلطة يعني أسماء ذكرت كثيرا. نعم هناك ايضا هذا الكلام استاذ جمال، يعني هناك من يقول بانها يعني هناك شخصية تم الإجماع حولها عند أصحاب القرار، وأن هذه الشخصية اشترطت يعني قبل دخولها إلى هذا المعترك أن يتم نسف الساحة للدخول بنفس جديد وبخطاب جديد، ولكن هذا الكلام باعتقادي أنه كلام غير صحيح، لأن الأمور صارت باعتقادي في بطريقة أخرى تدخلت أيضا ربما الإرادة الإلهية، أرادت لهذا الشعب الشهيد، أرادت لهذا الشعب المناضل، أرادت لهذا الشعب يعني الذي عانى كل الولايات أنه ربما أتيحت له اليوم يعني فرصة لأنه يصنع مصيره من جديد. ولا أعتقد بأن هناك سيناريوهات كثيرة. السيناريو الحقيقي أننا اليوم وصلنا عندما رهن هذا البلد على الأشخاص، وصلنا إلى شخص في غاية الوهن، في غاية المرض، نتمنى له الشفاء، نتمنى له العودة إلى أهله وبيته، نتمنى أن يطلب العفو من الشعب لما ألحقه ربما بحسن نية أو بسوءها، لما ألحقه بهذا البلد الذي يتوفر على الخيارات التي تم نهبها. الجزائريون اليوم لا يريدون أن يحاسبوا أي كان، يريدون فقط أن يطمئنوا على مستقبلهم، أن لا يكون مصيرهم مثل ما آلت إليه مصائر دول الجوار والإقليم. نحن جاوزنا في هذا البلد يعني أكبر الولايات، وعشنا أكبر الحالات الدموية، وخذنا أكبر الحروب وإلى آخره. حان الوقت ربما، وهذه فرصة، حان الوقت لكي يطمئن هذا الشعب ويصنع مصيره من جديد ويصنع مستقبله بعيدا عن الحسابات الضيقه الداخليه والخارجيه منها. عادل صياد الكاتب والاعلامي الجزائري، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نعود لمواصله النقاش. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي يأتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نتوقف فيه عند هذا التصريح لعبد الله جاب الله لصحيفة الشروق الجزائرية. جاب الله يقول: الرئيس بوتفليقة انتهى وأضحى من الماضي. وتساؤلا أيضا، هل تحتاج الجزائر في الأخير مثلما تساءل الكاتب الجزائري كمال داود فعلا إلى رئيس، مع هذا كل الجدل حول صحة الرئيس بوتفليقة والذي يدخل تقريبا 3 أسابيع غائب يعالج في فرنسا في مستشفى فال دو غراس العسكري. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر حملاوي عكوشي القيادي، رئيس مجلس الشورى في حركة الإصلاح الوطني. حملاوي عكوشي، تتفق مع جاب الله الرئيس انتهى وأصبح وأضحى من الماضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. مساء النور. والله في الحقيقة نحن نرغب في تغيير نظام. شخص قد يكون هذا الشخص الذي يأتي أسوأ من الذي يزول. من الماضي يريد في الحقيقة هذا أصبح من الماضي، أيضا يريد أن يصبح هذا النظام من الماضي وليس بوتفليقة فقط، لأن العصر الذي كان قبل بوتفليقة وفي عهده مليء بالفساد السياسي والأخلاقي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والمالي، وساد في خاصة في عهد الرئيس الحالي ساد تخريب كبير للوعي الوطني. ولذلك احنا في الحقيقه ما عدناش قادرين نطيق ان الرئيس يتكلم عن نفسه ويقول طبعنانه، ثم يملا يعني نظامه وحاشيته يملؤون الدنيا صراخا وبغيا عن العهد الرابعه. احنا السلطه اللي موجوده الان لا دين لها، لا وفاء لها، لا التزامات اخلاقيه تنتظر منها. الجهود السياسيه في بلادنا ليس لها اجراءات في التنفيذ، هذا هو الشيء المهم. انظر مثلا كل اصلاحات يتعهد الرئيس نفسه بتنفيذها، ليس هناك اصلاحات حقيقيه. ثم تعديل الدستور من طرف جهات سياسيه هو تعهد بذلك، ثم اختصرت اصلاحات التعديلات كلها في 5 أشخاص. الكارثه جاءت بعد ان جاءنا ما لم يكن في الحسبان تعديل الدستور يكون من طرف فرنسا. نحن تتحدثون الان عن تحويل الماده 82، قد يكون وقد لا يكون. لماذا؟ لان مثل كلهم العلبة السوداء هؤلاء يفكرون كما يحبون. بخلاف عندما وفاة بويدين كنا نقول من يكون؟ أن يكون بوتفليقة أم يكون يحياوي؟ وبعد ذلك خرج لنا شتادري. فإذا ليس لدينا شيء يمكن نقول عنه أنه واضح في الأفق. لأن النظام عنده قاعدة لا ديكتاتورية استبدادية، لا أريد إلا ما أرى. طب ولكنه يرى الرشد في كل تصرف يتصرفه، أما غيره فهم إما متآمرون أو لا يفهمون أو متسلقون أو 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 أو. فإذا الغموض يختلف الوضع في البلاد ولا أحد. ولكن ربما أنتم طبعا من يقول بالمؤامرة ليس فقط السلطة، يعني لويزا عنو تقول أيضا بالمؤامرة، وتقول ربما أنتم خاصة أنتم الإسلاميون، يعني الرئيس مريض ومن الجانب الإسلامي إسلاميين لا يحقه الخوض في موضوع صحة الرئيس حتى ولو بالقول بأنه لا شماتة في المرض. ما مرض يا سيدي، نحن لا نخوض في مرض الرئيس لأنه مرض إنسان، وإنما نحن نتكلم عن مرض رجل عندما يمرض تمرض البلاد بمرضه. أما هؤلاء المطبلون الذين لا يحبون الرئيس وإنما يحبون أنفسهم يظنون أنهم قد يعني تمركزوا في أماكن سوف يعني الجزائر فيما بعد تسقط هكذا كأوراق الخريف في أيديهم. هؤلاء الناس يعرفوا بالنهار يتغير بوتفليقة راهم يطيروهما. كل الناس الذين حرقوا كوغتهم الآن أو حرقوا مراكبهم عليهم أن ينتظروا أنهم سوف ينتهون، مش ينتهون على أيدي المعارضة توصل للسلطة، وإنما دائما النظام يجدد نفسه ينفض الغبار نفسه ويتظاهر بأنه غير الأشخاص وبذلك تغير النظام تغير الوضع، ومن ثم دائما النظام يغير بما يحقق له البقاء في السلطة. ولذلك نقول إذا كان هناك ناس يقولوا باللي احنا نشتمتوا في الرئيس هذا كلام غير حقيقي، ولا يمكن أن نشمت في أحد مريض، والمرض مش يموت المريض يموت الذي انتهى أجله. فهذا كلام غير سياسة سوية، يعني نوع من وضع كما يقول سجل نقاط على من يخالفونه ويقولون بأن الرئيس مريض معنى ذلك البلاد مريضة، وإحنا ما نحبوش نربطوا البلاد بالرئيس. هكذا احنا رانا نشوف الان في كم من مكان من بلد رؤساء مرضى وما كان حتى شيء، وكاين اللي مريض ب10 شهور وكاين اللي مريض بسنوات، ومع ذلك الامور ماشيه. ولكن الاسباب كثيره يخلينا نفهم باللي مرض الرئيس منتظر، وهما دوكا في يعني في الاقضيه نتاعهم او في الدهاليز يرتبون الامور. لأن الرئيس الآن فعلا مريض فعلا انتهى. لماذا انتهى؟ لو كان ما كانش الرئيس انتهى كان يوريونا الرئيس. أنت واش يديرك أنك تورينا الرئيس بالبدلة ولا بالبيجامة ولا في السرير ولا في المنتزه، يبتسم يحيينا يشتغل أي شيء، وعلاش خايف أنت كي تشوف الرئيس تخلق البلاد؟ هذا في الحقيقة يعني أو ثروة شفناها في عرب ينقل إلى الطائرة هكذا ما قدش حتى يمشي، أو زروج يعني شاب شفناه في بيجامة أو شاب شفناه من حلق راسه وخلاص يعني والمرض بادي عليه وكذا. فلماذا هذا يخليونا نفهم يحطونا في وضعية الرئيس فعلا في وضع حرج وحرج فقط. طيب ولكن إذا فاجأكم الرئيس بالنسبة لرزاق بارا وبالنسبة للسيد سلال، الرئيس في صحة جيدة، بالعكس السيد رزاق بارا يقول بأنه سيعود قريبا في لياقة جيدة. إذا فاجأكم الرئيس كل الذين يتحدثون الآن أنه خلاص عهدته انتهت، وإذا فاجأكم بالعودة في الأيام المقبلة بصحة وبلياقة جيدة، ماذا أنتم فاعلون يعني؟ لا، لو كان الرئيس في صحة جيدة كانوا كما قلت يوريون الرئيس. لو ما كانوش هذو الناس ما يحترموش الجزائريين، ما يحترموش الطبيب الجزائري. صرح السي غرمول يوم او يومين على صحة الرئيس وبعد ذلك توارع الانظار، والان الملف كما يقول الكثير من الخبراء الجزائريين راهو في يد الفرنسيين والدستور في يد الفرنسيين. نحن لا نعرف شيئا عن هذا، والوضع ما لم يتغير هذا النظام الى الاحسن، الى الديمقراطيه، الى الشفافيه، الى جعل كل الجزائريين يساهمون في خدمه هذه البلاد. احنا لا يهمنا الرئيس بعد ذلك معتمل، يجي ما يجيش، يبقى ما يبقاش. اما الاعمار بيد الله، لك يجي يعني على حصان كالفارس يقطع يحلب سيف الحجاج وكذا ومش عارف ويطيح بالرؤوس وكذا. ما عادي جدا، عادي جدا النظام هذا راهو ما لم يتغير هو. يجي بوتفليقة، يجي واحد بعده. الامور بالنسبه للجزائريين لا تغيير منشود ولا امل في الافق بالتاكيد. حملاوي عكوشي رئيس مجلس الشورى في حركه الاصلاح الوطني، شكرا جزيلا لك. ومن الجزائر ينضم الينا عبر الهاتف عبد الوهاب بوكروح، الكاتب والصحفي الجزائري. عبد الوهاب بوكروح، جدل يثيره غياب الرئيس وايضا تساؤلات، في المقابل ما يشبه يعني اصبح الامر لا حدث الان بالنسبه للجزائريين يعني. وربما كمال داود، ربما قرات هذا التعليق للكاتب الجزائري المعروف كمال داود، يقول طبعا في اخر المطاف هذا كل الجدل هذا حول غياب الرئيس يعني الامور ماشيه يعني، هل تحتاج الجزائر فعلا الى رئيس يعني؟ طبعا في المقابل يقول مثلا رئيس الجبهه الوطنيه الجزائريه سيد موسى توتينو فعلا ماشيه البلاد، ولكن ماشيه بقدره ربي يعني. مساء الخير أخي جمال، مساء الخير لمشاهديك الكرام. بالفعل الأعوام الأخيرة بيّنت للجزائريين أنه غياب المؤسسات في الجزائر ويعني تعرضها إلى حالة متقدمة من الهشاشة بسبب العمليات المقصودة من الكثير من القوى الموجودة في السلطة في الجزائر، سببت الوضع الذي نحن عليه الآن. أنا أريد أن أطرح ربما تساؤل ولكن يحمل الإجابة في ذاته، يعني ليس التساؤل من أجل التساؤل، وإنما أقول ما لو كان النفط في حدود 60 دولار للبرميل لكانت الجزائر اليوم في وضع لا تحسد عليه كثيرا. اليوم ربما حضور الرئيس بوتفليقة الذي ندعو له بالشفاء أولا لأنه إنسان قبل أن يكون رئيس، ماذا لو كان مثلا اليوم الوضع الاقتصادي للجزائر ليس في هذا الوضع، وما كانت فيه مبالغ ماليه محترمه. اليوم تتعرض لحاله هدر متقدمه جدا من طرف الحكومه. اليوم يعني تبين للجزائريين انه وجود الرئيس من عدمه يعني داخل الجزائر وخارجها لا يقدم شيء ولا يؤخر كثيرا في الموضوع. لماذا؟ لأن الأموال موجودة، والمجتمع الذي ربما فهم المعادلة جيدا وفهم اللعبة جيدا وأصبح يعني يرفع سقف المطالب الاجتماعية، والذي رأيناه الأسبوع الفارط من قرارات لم تكن مدروسة إطلاقا ولم تكن يعني ولم تتخذ على دراية بموضوعات الاقتصاد وموضوعات ربما العطارة التي ستسببها هذه القرارات العشوائية الارتجالية التي لم ينزل الله بها من سلطان، مثل الذي القرار اتخذه الوزير الأول عبد الملك سلال من الأغواط، تدل على أن هذا النظام الحالي وهذا الحكومة التي ربما تحكم البلد بشكل أو بآخر أو بأوامر يعني من الرئيس أو من جهات لا نعرف ما هي هذه الجهات، يعني اليوم في حالة تخبط شديد. طيب. في حالة ربما في حالة متقدمة جدا من التردد في تسيير شؤون البلاد، وزاد من هذا التخبط ومن هذا التردد ومن هذا الإقبال والتراجع غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه موجود في الخارج دائما إلى اليوم. قد تسألني أخي جمال إلى أين نحن متجهون؟ نحن نتجه الآن رأسا نحو الحائط، لأنه ربما اجتمعت الكثير من المعطيات في الداخل وفي الخارج في اتجاه اننا نحو الهوى نسير بسرعه خياليه. يعني امس كان فيه تقرير للوكاله الدوليه للطاقه يقول ان من البلدان التي ستعاني من حاله تراجع متقدمه في انتاجها النفطي الجزائر خلال ال5 سنوات القادمه. واليوم نلاحظ ان الحكومه تعمل على هدر المال العام وتعمل على اصدار قرارات يعني ضد المصلحه الوطنيه للبلد. يعني وبلغه الارقام هذا ربما النظام يعمل على انه يستمر في البقاء ولو على 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 على, على, على اساس ربما قرارات ضد الجزائر في 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 في, في الاصل. فيعني اليوم ربما السؤال الثاني الذي ربما يطرح او يتداول في الشارع المحلي ليس هل يعني الرئيس بوتفليقة اليوم يذهب الى العهده الرابعه او يذهب الى العهده العاشره، ولكن لماذا ستحكم الجزائر بهذه الطريقة في الأعوام القادمة والأمور بلغت منتهاها، بلغت إلى وبلغة الأرقام. هناك إمكانية من أننا نستمر في الوضع الراهن. طيب وبلغة الأرقام أشرت طبعا إلى تراجع الإنتاج الجزائري من البترول، طبعا هو المعين الوحيد للجزائر. التقرير الرسمي الجزائري يتحدث عن أنه الشهر الماضي تراجع سعر البترول الجزائري ب$8، ثم الانتاج الجزائري في تراجع مستمر ومخاوف، حتى ناقشنا هذا من قبل انه ممكن في بعد 20 سنه لن يكون هناك اصلا بترول، الجزائر لن تكون دوله مصدره اصلا البترول، انما دوله مستورده ربما حتى. اخي جمال يجب ان نعترف بحقيقه مره، هو ان الذين يدفعون اليوم بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى المضي نحو عوده رابعه هم الذين انتفعوا خلال ال10 سنوات او ال15 سنه الفارطة من البحبوحة التي يعني توفرت للجزائر استثناء. هذه الفرصة التاريخية لم تستثمر محليا ولم تستثمر لصالح الاقتصاد الجزائري. والدليل على ما اقول انه يوم يعني في الاسبوع الفارط وزير المالية الجزائري الاستاذ كريم جودي قال انه قدرة الاستيعاب الوطنية الضعيفة جدا جعلت من الحكومة عاجزة حتى عن استهلاك المبالغ المالية المرصودة لتمويل الإنفاق العام. منذ 2005 إلى 2014 كان تقرر أنه هناك استثمارات، مشروعات في البنى التحتية، مشروعات إنفاق عام في حدود $386 مليار. هذا الرقم رقم رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية وعن رئيس الوزراء. لا لو تكرمت عبد الوهاب قبل أسبوع يقول كريم جودي أننا لن نتمكن من استهلاك أكثر من $220 مليار. هذا دليل ماذا؟ دليل على أننا لم نكن نقوم بدراسات حقيقية، دراسات جدوى في الميدان تشير هل نحن قادرون مثلا على إنفاق مبالغ من هذا الحجم أو لا. ثم أننا فوتنا فرص تاريخية أخي جمال، لأنه خلال ال5 سنوات على الأقل الفارطة كانت هناك فرصة تاريخية في العالم. كل مؤسسات الإنجاز في أوروبا كانت في حالة عطالة، في حالة ربما حتى في أمريكا كان هناك ربما أزمة اقتصادية، ولكننا نحن لم نستطيع من الاستفادة من تلك الفرصة ونقوم ببناء اقتصاد على الأقل، يعني بداية بناء اقتصاد يسمح لنا بالاستمرار كدولة في المنطقة خلال 20 و30 سنة القادمة عندما تزول ربما هذه البحبوحة المالية، وربما حتى إذا كان هناك في تراجع لإنتاج الجزائر ونصبح دولة مستوردة بإمكاننا أن نصمد. طيب بلغة طبعا أشرت بلغة الأرقام، لو كررت فقط ربما لأنه هذا الرقم مهم، كم؟ $600 مليار هذا الرقم الرسمي الذي تم إنفاقه. أنا قلت أنه في الفترة 2005 2014 يعني برنامجين خماسيين، الأول من 2005 إلى 2009 كان بقيمة يعني $100 مليار، ثم الثاني يعني تقريبا $186 مليار، $286 مليار، والإجمال هو $386 مليار. ولكن في الأخير وجدنا أنفسنا أننا عاجزين حتى على استهلاك هذه المبالغ. لماذا؟ لأنه المنظومة الإنتاجية والمنظومة ربما المؤسسات الإنجاز الموجودة في البلد غير قادرة على يعني أنت تتحدث، وأيضا ليس لنا ربما حكومة أو طاقم حكومي قادر على الاستفادة من قدرات الإنجاز الموجودة في المتوسط، مثلا في منطقة البحر المتوسط، في أوروبا، في الشرق الأوسط، في آسيا وحتى في أمريكا. والدليل اليوم على ما اقول ان هناك مشروعات تم الانطلاق فيها في 2005 2006 الى اليوم هي تراوح مكانها، حتى ويقال بانه 40% تقول ان بعض المشروعات لم تتجاوز يعني 60 65% معدلات الانجاز فيها. طيب يعني بلغه الارقام يعني الامور بالمعطيات الحاليه، ووزير الماليه قال بانه ربما اذا تراجع النفط سيكون هناك اعاده نظر في الانفاق العمومي. في المقابل يبدو رئيس الحكومه والوزير الاول سخيا، يعني قروض بدون فائده وتوزع على الشباب. هذا المشروع الذي يعني الكثيرون يقولون بانه غير مجدي ويمضي بالجزائر الى سياسه تمضي بالجزائر الى الحائط، ولكن يتم الاستمرار فيه. يعني بلغه الحسابات بلغه الارقام يعني عمليا الجزائر ماضيه الى اين؟ نحن نتجه للحائط اخي جمال، نحن نتجه راسا الى الحائط. و يعني دليل ما اقول اننا يعني في يوم الخميس الذي سبق اعلان سلال وزير الماليه الجزائري كان يتحدث امام نواب البرلمان بان الحكومه لن توافق على الاقل على الغاء هذه الفوائد على القروض، ولكن يوم السبت يعني بعد 3 ايام نجد الوزير الاول يعمل بعكس وزير الماليه، وكاننا نعيش في حكومتين، يعني حكومه ظل كما تقولون في بريطانيا وحكومه رسميه، ولكن هذا يدل على التخبط الذي تعانيه الحكومه. اليوم الذين يريدون المضي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة نحو عهده رابعه يعملون على انفاق العام بسخاء، وكأن الجزائر ربما اغنى من امريكا، ولكن كل هذه القرارات لم يتم اتخاذها على درايه وعلى دراسه اقتصاديه ناجعه. هناك ايضا خطأ كبير ربما وقعت او تقع فيه الحكومه عن طريق قصد، وهو لجوءها الى مثلا تمويل انجاز 300 الف وحده سكنيه بما يعادل 15 مليار دولار عن طريق بنوك الساحه. هذا القرار على كل حال هو ربما فيه بعض الصحه، ولكن كان حري وكان من الاجدى بالحكومه ان تذهب الى تمويله عن طريق المؤسسه التي استحدثت وانشئت لهذا الغرض خصيصا، وهي مؤسسه عدم التمويل الرهني. اما اننا نذهب الى تمويل هذا القطاع عن طريق الخزينه وعن طريق بنوك اليوم هي تعاني، ونستثني البنك الذي انجز او الذي تاسس اصلا من اجل هذا الغرض، وهو البنك الجزائري للاسكان او ما يسمى بصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. فهذا ربما فيه نوع من فيه الكثير من الاسئله تطرح عن جدوى ويقال بانه 15 مليار. على الاسباب التي دفعت هل اذا كان صندوق الوطني للتوفير والاحتياط مفلس، لماذا لا تعلن الحكومه افلاسه وتغلقه وتلجا مباشره الى بنوك اخرى؟ طيب 15 مليار البعض قال بانه بامكانها البناء مدن بحالها وليست حتى فقط 300 ألف سكن. يعني الإشكال أخي جمال أننا اليوم أمام حالة تسرع وحالة تخبط. الأرقام في الجزائر، ملايير الدولارات في الجزائر أصبحت وكأننا نبني الأرقام ونمنح الأرقام. اليوم قطاع السكن في الجزائر كما تعرف أخي جمال وأنت جزائري والحمد لله أنه الفوضى والتسرع والتخبط والفساد والرشوة والمحسوبية والزبائنية هي المشكل، وليس غياب الوحدات السكنية. حتى أن مثلا المشروعات التي أنجزت خلال العشرية الأخيرة هي مشروعات ولدت ميتة، وفي حال ما ذهبنا إلى حكومة راشدة وحكم راشد وحكم يتبعه المساءلة ويتبعه الحوكمة والشفافية، فإن 60% من تلك المشروعات يجب أن تهدم ويعاد بناءها. نحن اليوم نبني أحياء ونبني مساكن وننجز وحدات سكنية غير صالحة للعيش الكريم، وربما أن معدلات الإجرام التي أصبحت مثل الرياضة الوطنية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة من الأسباب المباشرة لها تلك الفوضى العمرانية التي نعيشها اليوم في الجزائر. إذا كان هناك من راشد وعاقل في هذا البلد يجب أن يعاد النظر أصلا في طريقة بناء وتصميم وهندسة المدن، حتى لا نذهب إلى أو لا نضطر بعد 5 و10 سنوات إلى أننا نذهب للاستدانة لدى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية من أجل تسيير وصيانة تلك المدن، ومن أجل مكافحة الجريمة المنظمة التي أصبحت تعشش في تلك المدن. والحمد لله انني لست انا من يشهد، وانما الذي يشهد هو وزير التهيئه العمرانيه والمدينه عمار بن يوسف عندما زار قسنطينه وقال ان حي علي منجلي هو اجرام في حق الجزائر. طيب، وفي هذا الحي وقعت جريمه نكراء في الاخير. طبعا هذا موضوع ربما خطير وبابعاد خطيره، يناقش جزائريون يهتمون بالشان السياسي طبعا لتعقيد الاقتصاد، ربما لا يجد هناك اهتمام كبير. يعني باعتقادك السياسه الحاليه فاتورتها ستكون ثقيله، غاليه، مدمره ربما حتى وخطيره على الجزائر، على الاجيال المستقبليه؟ الذي حدث للاقتصاد الجزائري وطريقه اداره الاقتصاد وطريقه اداره ربما الاقتصاد الوطني ستكون له فاتوره خطيره جدا وكبيره جدا، لاننا لم نهتم بالانسان اخي جمال، لم نهتم بالتكوين الذي ينتج الثروه والذي يخلق الثروه وهو الانسان. فالاستغلال الموارد الاستثنائيه التي اتيحت للجزائر خلال السنوات العشر الاخيره بطريقه مدمره، بطريقه خاطئه، بطريقه غير علميه، بطريقه غير مدروسه، وفي كثير من الاحيان وللاسف الشديد ان هذا الوضع مستمر في كثير من الاحيان كان بطريقه شعبويه لضمان استمرار في الحكم وضمان اطاله عمر هذا النظام اطول فتره ممكنه. سندفع نحن وابنائنا والاجيال القادمه ثمنه بشكل غالي جدا، لانه عندما بدانا في 2004 و2005 و2006 نقول ان تعظيم انتاج المحروقات وتعظيم انتاج الغاز وتصدير تلك الكميات الى الخارج وتخزينها كاحتياطي استراتيجي لامريكا واستهلاك تلك الاوراق الخضراء التي كانت تدر على من هذه المدخولات كان عبث وكان قرارات خاطئه، كان ينظر الينا على اننا ربما نشوش عن السياسه الرشيده التي كان تنتهجها الحكومه. ولكن اليوم نحن امام حقيقه خطيره جدا، وهي انه هذه القرارات ستكون لها عواقب كارثيه، عواقب مدمره، عواقب خطيره على الاجيال القادمه التي اليوم هناك الكثير من العقلاء في هذا الوطن يقولون ماذا سنترك الاجيال القادمه؟ يعني لانه الذي استهلكناه في 10 و15 سنه الاخيره من محروقات ومن ثروات غير متجدده كان يمكن لو انه ادير بطريقه عقلانيه وبطريقه حضاريه وبطريقه اخلاقيه، على الاقل كان يمكن ان يستغل في 20 سنه و25 سنه وليس في 12 سنه وهو اليوم موجود في شكل ودائع في الخارج او في شكل ربما ودائع ماليه لا تصلح لاي شيء سوى الاستيراد ربما الفارينه والدقيق لا اكثر ولا اقل، وفي شكل رشاوى وعمولات. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب بوكروح، الكاتب والصحفي الجزائري، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.